الهجمات التي يشنها النظام التركي منذ مطلع يونيو حزيران 2020 على أقليم كردستان تسببت بسقوط عشرات الضحايا وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة، فضلا عن نزوح عشرات العوائل من القرى الحدودية خوفا على حياة أبنائها. أهالي قرية جلك الحدودية في دهوك وبعد أن طال القصف قريتهم وأحرق جميع المراعي اضطروا إلى النزوح والبحث عن مراعي أخرى لمواشيهم خوفا عليها من النفوق كونها من أهم مصادر الدخل لديهم. تنحس احنا طلع من قرية أول مرة يجون طيارة مدفعية ضربون دور مار قرية مالتنا ضربون. القصف اليومي الذي تنفذه طائرات النظام التركي دمر الكثير من ممتلكات المدنيين الخاصة، كما منع النازحين من الذهاب لقراهم بغرض جلب الماء والأعلاف لأغنامهم إلى مناطق النزوح الجديدة. قصف يومي على قرانا من قبل الجيش التركي، فغنمنا هنا يوميا نروح بالقرية نجيب له ماء نجيب له علف. بالقرية ما نقدر نرعى غنمنا بصورة صحيحة. المراعي التي خلفها الأهالي في قراهم تختلف عن تلك التي نزحوا إليها بفعل القصف، إذ تفتقر لكثير من الأعشاب التي تتغذى عليها مواشيهم. حليب ماكو، أعشاب ماكو، كل احترقت يوميا قصف علينا، ماي ماكو هنا، أعشاب ماكو، شغلتنا كل صعبة، كهرب ما عدنا، خيام ما عدنا. سكان القرى الحدودية طالبوا الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم مرارا وتكرارا بالتدخل لوقف هجمات النظام التركي، إضافة لمناشداتهم المستمرة للمنظمات الدولية بضرورة اتخاذ موقف يمنع أنقرة من الاستمرار في هجماتها.